تعتبر مدينة ووهان من المدن الصينية الواقعة في شرق الصين الأوسط على نهر بيسمى يانز ريفر، أو أيضا بتسمى ب تشانجان، ويعتبر ثالث أطول نهر في العالم، هذا اللي أنتم شايفينه قدامكم الآن. وبلتقي بنهر اسمه هان أو خان، اللي هي قلية الخان، وهي من المدن التاريخية المشهورة جدا، حيث يعود تاريخها لأكثر من 3500 سنة تقريبا. وتعد مدينة ووهان مركز رئيسي للصناعة والاقتصاد في وسط الصين. كثافة سكانية فيها مش عالية كتير، يعني أبو 19 مليون نسمة حسب الإحصائيات. وتعد مدينة ووهان عاصمة لمقاطعة هوبي أو خوبي الواقعة في نصف الصين عند تقاطع نهر اليانزي، وزي ما حكينا الخان ريفر. زي ما انتم شايفين هذا المنظر الجميل الآن، مدينة ووهان من المدن المتلألئة، متلألئة، أنا بدي أحكي كلمة متلألئة، لأنه طلعوا الجمال يعني خلال السنوات الخمسة الماضية بني فيها أسرع بناء للمترو في العالم، حوالي 80 محطة خلال أقل من 5 سنوات بنيت في داخل هذه المدينة. المنظر رائع، خليكم معاه. هاي الصورة أخذناها من نفس المكان، الحدائق اللي مملية الدنيا الآن. هذا اسمه خوانخولو، أو أحد المعابد الموجودة هناك. هذا المعبد برضو البوذي الموجود في المدينة، جميل جدا جدا جدا، المدينة لازم لازم تزوروها. It's caught in the crossfire.